الحمد لله لم يزل عليا ولم يزل في علاه ساميا، قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. حيث أنزل على نبيه ومصطفاه قولا بهيا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب، أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. فيا مولاي جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب، وسامح هفوتي وأجب دعائي فإنك لم تزل أبدا مجيبا. وصلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا. فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد، شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. صلى الإله بذاته يا طه، وملائك الرحمن من علياها، والروح والملك الأمين ووحيه، كل ترنم حاملا بشراها. والكون صلى على الحبيب مسلما، نحو الرياض صلاته وشذاها. يا أيها البدر المنير تحيتي، يا سعد من صلى عليك وباها. يا رب فاختم بالحياة صلاتنا واجعل لها في جنة مثواها. الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما سيدي منتهى الخطوات. في ليلة تكريم والدة الحاج محمد الجمال والحاج السيد الجمال وأيضا الحاج ماهر شاهين، نسأل الله تبارك وتعالى في شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يسقيها من حوض نبينا شربة لا تظمأ بعدها أبدا، وأن يشفع فيها القرآن، وأن يشفع فيها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فهو الشفيع مقامه محمود، ولواؤه بيد العلا معقود. فإذا توافدت للحساب وفود قالوا تقدم بالأنام زعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقوم بالباب العلي ويسجد ويقول: يا مولاي آن الموعد. فيجاب: قل يسمع إليك محمد، ونريك منا نضرة ونعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن في رحاب علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، إنه فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك، الملقب بمحرك القلوب، الملقب بملك المقامات، الملقب بألقاب كثيرة، الممثل لمصر والعالم الإسلامي تمثيلا مشرفا يليق
بمكانة مصر لحفظة القرآن الكريم ولأهل القرآن الكريم. القرآن الكريم تلاوته روح وريحان، به تسمو القلوب بعزة الرحمن، تلاوته تدع الفؤاد مطمئنا، رحب البسيطة ثابت الأركان. إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله، ويعيد رشد التائه الحيران. إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا، ويمد قلبك طاقة وتفاني. إنه القرآن يريح نفسك من عناء همومها، لتعيش حياة النور والإيمان. فيا قارئ القرآن ما أحلاك، تلك المعاني عطرت دنياك. من يا ترى قرأ الكتاب مجودا، يجدو كطير قد أتى حياك. فالحمد للرحمن أول صورة، سبعا مثاني لا نظير لذاك. والتاج يزهو إن رأيت جماله، من يا ترى حاز الوقار سواك. يا قارئ القرآن تلك منازل، من صنع رب العرش من مولاك. جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه، والله جل جلاله زكاك. نعيش مع فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن وعد الله
إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين
بين له سوء عملي فرآه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا كذلك النشور كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا والله الذي
فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والعمل الصالح يرفعه.
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه والله خلقكم من تراب ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه والله خلقكم من تراب خلقكم من تراب ثم من نطفة والله خلقكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمى
يخلص من عمري إلا في كتاب. ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وما يستوي البحران هذا عذب فرات شرابه وهذا ملح أجاج وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من لتبتغوا من فضله ولعلكم
لعلكم تشكرون. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني Thank you.
يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني أنتم الفقراء إلى الله.